سلام خوتي خواتاتي، جيسبر كو فزولي بيان معكم فاميليا في رياكسيون ريفيو جديد مره اخرى مع توتو البوم كاميليون. وهاد المره مع التراك اللي عجبكم كاملين، التيتر اللي عجبكم كاملين، فيتيرينغ مع سمول اكس تهز. قبل ما نبداو وكيف العاده بغيتكم كاملين تسمعوا لا بريزونس ديالكم بكومونتير وما تنساوش لايك. نبداو 3 2 1 ليتس جو. تجدي كامل ما تسنيتش شي حد يجرني سبال مرابي ستيق بيا ما عمرو ما دارني. فهمتوا انايا لاسين كيفاش الرعد ولاسين بالكحل والبيض؟ شنو كيعني هادشي؟ يعني كيعني الصداع الضجه اللي دارها مؤخرا للبوم ديالو، هادشي اللي بغى يقصد. شنو لا رياكسيون ديالو؟ تم جاي في الاول بحال مخنزر، بحال غايدير شي حاجه، جاي هو مخنزر شويه ملي وصل عند ليتر. شنو دار معاهم؟ ضحك معاهم، ضحك معاهم وقلبهم مشى في حالاته. وانا كانوا سولوه على هاد القضيه، قالوا لي شنو تقول دوك الناس اللي طاروا دجا على الالبوم ديالك وما عجبهمش وكيغوتوا وداكشي؟ قال لهم شوفوا ثقوا فيا، راه دوك الناس اللي داروا ديك الضجه على الالبوم ديالي راه فان ديالي، راه عزيز عليهم انا. ربما هادشي علاش ضحك معاهم. تهز مزوز انا لابسه سمولي عجبني هاد الصوت القطار، عجبني لي بلا ماتشين كوب لا موني. زعما باغي نجمع العاقة هادي تيقولها ديما طوط. بوطا ما سير دو تابولي تابات مفتا كنجيب سور لو تابوري ديبي كونسو كنشوف لي سونكولي ما كافري ميدا. المهم راكم عارفين اخوتي طوطو، ما تسالونيش نشرح لكم اش كيقول كلمه بكلمه، راكم عارفين الطريقه ديال الكتابه ديالو. دايوغ راه كنت هضرت على كنهضر في واحد الانترفيو على هذا الموضوع وشاركته معكم انا في فيديو. كانوا سولوه قالوا ليه ضيوغ، ماشي سولوه هو، برر قال علاش انه كيربي بهذه الطريقه، يعني كيدخل فرونسي بزاف، وعلاش تيدير دي فيتورينغ مثلا في الالبوم ديالو. دار فيتورينغ مع روابا برانير روابا د فرنسا وهذه. قال ليهم باش تكون رابر سيرتيفي، قال لهم انا مثلا باش نكون رابر سيرتيفي ضروري خاص موسيقتي بعدا دوز بفرنسا. وكنت قلت لكم شنو الراي ديالكم في هذا الشيء، يعني هو تيقول لك باش تكون عندك لا ريكونيسونس ويعرفوك الناس على برا وتوصل موسيقتك على برا ضروري خاص يعني تترابي بلغه دوك الناس باش سميتو دير دي فيتورينغ مع دوك الناس، يعني باش هكا تخرج موسيقتك لبرا ويعرفو وتعرف على اللي درتو. كاع ما ديفيسيل يعني، انا راه هذا الشيء عندي راه سهل. غوريلا فصل البارد، العاقة الصحيحة فصل البارد. انت في الكيشي كتقول بالي بالي، يمكن بغا يقول زعما انت كتيريها شويه بشويه. انا راه العاقة الصحيحة جماعة. كل كي شوف كرش باغي دوبل طبقه طوطو باري باغي بوليد خوه. قال لك هنا يعني كيقول كل كي يشوف راسو اش بغا. انا باغي نصوبي بالراب، باغي نجمع العاقة بالراب. سوقي هذا كل كي يدبر راسو، كل كي يتحمل مسؤوليته. ضيوغ هو قالها يعني حتى من البلياد الراب ماشي انت اللي بليتيني، الراب انا اللي تبليت به، يعني ماشي انت اللي تجي تقرا لي دابا شنو خاصني ندير وشنو ما خاصنيش ندير. شكبك قدام عالم فريد مازال باقي كتحاول كتشاري كلامي حتى مني راه جاي من بعيد وباقي بالبيرمي قاعد قدامي. باقي بلا بيرمي وقيلا طوطر وقت نكذب. كنت سمعت ليه في شي لايف قال بلي ما عندوش البيرمي، ما عرفتش واش داروا ولا مازال. قال لك حضر مني راه ما عنديش البيرمي غير حيد من قدامي. كوما راه باش كون باقي كيولا تربي على بلاطه كتربي الفريد. هادي كيقولها بزاف هاد القضيه، كيقول يعني كون ما رابيش كون راه باقي كوراني سنه مع ولاد الدرب هاز الطبيله وكنبيع الفانيد. يعني هادي تيقولها بزاف، تيقولك دابا انت اللي حاسدني وما باغينيش توصل لهذا الشيء. شنو باغي تشوفني؟ ما باغيش تشوفني دابا، لا ما بغيتيش تشوفني دابا رابر هكا كيف ما كتشوفني. راه كما كنتش انا طوطو رابر غادي نكون طوطو اللي كيبيع الحشيش وطوطو اللي بحال ولاد الدرب وكيبيع الفانيد واتسترا. هادشي كعبة تعانيد فهاد الراب تسبت لقاني خالد. وهادشي راه ماشي تعاريد، يعني راه فهاد الراب غتلقاني خالد، راه ما غنموتش في الراب وماشي حيت عناد معاك، ما غنموتش في الراب حيت انا كنبغي الراب وحيت انا باغي نصوفي بالراب. من بي ان جي حتى المحاميد كيشطب الزوزه وصيف والعويد. من بي ان جي حتى المحاميد انا عارفه حومه في مراكش، دونك واقيلا تما فين ساكن سمول اكس. تحياتي للدراري وبنات مراكش وتحياتي للدراري وبنات كازا.
Pourtant fait le bendo tequila fla blessé. Double ton fric et dépasse à la messe. اه دوبل طو دي باس لا ميسيون يعني سالا لا ميسيون ديالو تيقول لك انا بالنسبه لي انسان ساقد ولا غني ولا هضر ولا كل اللي عجبك انا لا ميسيون ديالي راه درتها خرجت البوم ديالي شاف لي البوم ديالي نجح البوم ديالي انا لا ميسيون ديالي درتها لا باغي لا مور دي باس لا تيسيون لا باغي لا مور دي باس لا ادو زيز انا سيغناتور ديال طوطو كي دي مزيز انا دي طوطو دخل عندي ورا نعمر الشنطه نبرس بها عندي في الكارطه سبعه هي الحك هي الحكمه دونك تيقولك انا اللي حكم الراب دخل عندي ورا لي نعمر الشاطه يعني نفس سكني في هاد الحيط حيت المعيشه شاقه قال لي مشيتي سولت شي غادي يقول لك اتهار الدوله لا بالينغ وشي صارطه دونك نفس التيم فاش هو كيهضر على العاقه وباللي الدنيا بغاتك حقاش الدنيا لا بالين كلشي صارطه يعني الدنيا واكله كلشي يعني بنادم خاصو هو يقلب عليها هو يجد ويجتهد باش يجيبها تبقاو دالي هذا وديما سخطه لا بعد فرش على شي ماطراك ضربت نقد الصوراق ما تبقى هكا راشي ماطراك بالرب حلف قالك بالرب تنقات الصوره قال ما تبقى هكا بحال الا حلفتي قد الصوره ديال المغرب تيقد ما هاد البلاد اخي انا ماشي اصلا مشرفي العافيه من داخل بختفي هزه شبان راه ديال الموج كون خشينا ديال المو في الحيط وخدلت عوم بلا ما داز كنت بعنا الهيتر تكون خشينا ديال المو في الحيط ولكن غير شنو اللي بغى يهضر يهضر كيف كنقولوا كلامه كيبقى في مو ملي جيتي تبعتي تحمق راسو معاه غتحشي مو في شي حيطه تمشي عليه للحبس خليه يهضر اللي بغى يقول شي حاجه يقولها المهم هو انت تكمل ما ياثرش عليك ياه مصوره وقف على الصباح باقي 6 ثواني حتى كنشوف الضوء ديال الصباح تادي تيقولها بزاف سمول اكس عاوتاني تيقول لك من الصغر تحوفير من الصغر واقفين عصبه اختك كيخرج من جيبي اطول صباح ستورمي كيحط في المكتبه ليا شي خبه واش بقى في الركبه واخا متقلين كنجري وسط العقبه ثاني كاينين روابا قالت كاس كاطم قالك وجهك باقي في الركبه غنتيري نسد كل اي تقبه المهم انا ما كنحلش غنتيري فيما بان ليا شي ولد القحبه اشيت انا غير سبا من تحت الصباط انا وريك على حياه امك من تكبر يا تكبر من تحت الصباط نورك على نورك على امو فاش يقوم انا ماشي صبار انا ولا مطلقه من اللي كيبان ليا شي مسمار المهم ما كاينش صبر راكم عارفني تاخ صحاب اليوم بلي ساقني بختهم كيف دراغانوف بزاف دروابي اللي شفتو راه بانو بنت اختك ستورمي طاني دراغانوف هنا راه كاين ميساج الباساج ديالهم في الكليب ديال طوطو بغى يوصل به ميساج شنو بغى يقول يعني باش يحضروا معاك كاع هاد روابا ويكولابوريو معاك ويساندوك ويديروا معاك الكليب يعني راه انت عزيز عليهم راك محبوب عندهم يعني هنا بحال بغى يقول وماشي سهله خوك في الحرفه راكم تتعرفوا عدوك يعني ماشي سهله باش ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه كاع هاد الناس يكونوا متضامنين معاك وكاع هاد الناس يكونوا معاك دونك راك انت مزيان في التعامل ديالك راك انت معروف في الدومين انك ربما طيب مزيان كتعامل مزيان انت كتعامل مع الدراري مع خوتك في الحرفه وهادي يعني هنا بغى يقولها واحد النوع ديال الهيترز بغى يقول لهم بلي راه يعني نتوما ما نتوما محاملينيش راه انا بحال قلتي انا جبت لكم الدليل بلي انا محبوب في الدومين وفي الكيم قاغي بيت باش تفهم كجام خاصك تهبط القاعبير الكجام باش تفهم الكجام خاصك تهبط القاعبير وديك خذ العبره غادي تفكر لك مضقات العبره ملي كنجيك نرول لهم ملي جيت نرول لهم لي بلون تفكرني كي دقت لي برا ديك لي برا بلون فوك يو ار قلنا لا شنو غادرا غيزكا غير هو سمول اكس انا بالنسبه ليا ما نكذبش عليكم داك العام وهاد العام انا كيبان ليا رجل السنه سيد تبارك الله عليه مكسيري ما عيناه مكسيري كطري خدام على راسو حيتاش بانوا بزاف فانتوما شفتوا اخر دو كليب دار كليب اللي دار تفرقع عليه الاو بي وشفناه بزاف في لي فيتورينغ حنا شفناه دابا مع طوطو قبل شفناه مع اكوني شفناه مع دولي بران وشفناه وحتى نيسيو قال بلي غادي يكون فيتورينغ مع سمول اكس وكاع لي باساج ديالو في لي فيتورينغ اش غنقول لكم الا رديتو البال سيرتو في مؤخرا يعني تتفرض عليه كاع ستيل دروابا انتما الا رديتو البال في اخر تراك داروا مع دولي بران حسينا بانه هو اللي مشى للستيل ديال دولي بران المشكله بان فيه وعطى فيه وبان فيه واعر لحقاش باش دير فيتورينغ يعني ضروري واحد كيطيح الاخر يعني كيمشي للستيل ديال الاخر
باش تيجي داكشي اوموجين وكيعطي واحد تيعطي واحد واحد البروجي اللي زوين ومخدوم مزيان. وشفنا انه هو اللي طاح مثلا عند ستيل ديال دولي برا, هو اللي مشى للستيل ديال دولي برا وعطى فيه وبان فيه واعر, يعني بحال تفرض عليه ستيل وبان فيه واعر, دونك تيقول لك انا بلي راني كاين غير عرف فاش ما جيتيني راني كاين ميسيون صافي درت خدمتي انا لا باغي سين هنايا طوطو وسموليكس في المطر وموجي لي اربعه ديال الكلاش موجي اليوم غيكونوا الهيترز نشوفوا كيفاش غتكون الرياكسيون ديالهم. دونك مبسوقينش, دونك انا شنو الميساج انا بغي يقولك بلي زعما ما مسوقينش الهيترز, هانتوما شفتوا اربعه ديال الكلاش موجي اليوم بلاص ما يهربوا ولا يكونوا مخلوعين عادي, علاش؟ حيت عارفين راسو بغا يكسيريو بروجي زوين الصراحة, بروجي زوين الاخر ديجا راه سمعناه في سبوتيفاي. بالنسبة للكليب, الكليب انا عجبني, الكليب عجبني ودايوغ طوطو كاع الكليبات ديالو الصراحة تيكونوا زوينين, يعني تيكونوا بروفيسيونيل وتيكون كليب اللي يشرف اللي يشرف انه مثلا يتعرض كبروجي اللي يمثل المغرب, تيكونوا كليبات في المستوى صراحة كليبات واعرين. كانت معكم فاميليا اللي كيعجبوها كانت تدعموا بلايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تابونيش, ابوني فعل الجرس والسلام عليكم.